بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الفرائض، والفرائض هو علم قسمة التركات لإعطاء كل ذي حق حقه، وهو من أهم العلوم ولا يستغني عنه أحد، لأن الناس جميعا يفتقرون إليه، الغني والفقير، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، كل يحتاج إلى هذا العلم. قرأنا في كتاب الفرائض في عدة الباحث مسائل ووعيناها، ونحن الآن نقرأ في كتاب الكافي لابن قدامة، وغدا إن شاء الله تكون قراءتنا في العدة، عدة الباحث. مر بنا أيها الأحباب أصول يجب معرفتها والإلمام بها والوقوف عليها. نقرأ في هذه الليلة أصلين عظيمين. أولاً الفروض المقدرة في كتاب الله، ثانياً أصول المسائل. فإذا عرف الإنسان الفروض المقدرة أمكنه السير في الطريق الصحيح، وإذا عرف أصول المسائل أمكنه أن يقسمها على الوجه الأكمل. الفروض المقدرة في كتاب الله أيها الأحباب هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ما فيه الخمس ولا السبع ولا التسع، ما في، وإنما النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. قلنا أيها الأحبة النصف لخمسة، ما يمكن نزيد عليهم ونقول لستة. من هم هؤلاء الخمسة؟ الزوج رجل وأربع نساء. الرجل هو الزوج، والنساء البنت وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت الأب. هؤلاء هم أهل النصف خمسة. لو أراد إنسان قال بدخل معهم الأم، قلنا لا غلط. لو قال بدخل معهم الجدة، نقول لا غلط. لو قال بدخل الأخت من الأم، نقول لا. لو قال أريد أن أدخل الزوجة، لا. وإنما النصف لخمسة، لا يمكن الزيادة عليهم بحال من الأحوال. هؤلاء الخمسة: الزوج بضوابط، والبنت بضوابط، وبنت الابن بضوابط، والأخت الشقيقة بضوابط، والأخت من الأب بضوابط أيضا. ضوابط الأخت من الأب خمسة، وضوابط الأخت الشقيقة أربعة، وضوابط بنت الابن ثلاثة، وضوابط البنت اثنان، وضابط الأول وهو الزوج واحد، وهو بشرط عدم الفرع الوارث. الزوج يأخذ النصف إذا عدم الفرع الوارث، والبنت تأخذ النصف بشرطين: عدم الفرع عدم المعصب وعدم المشارك. وبنت الابن بثلاثة: عدم المعصب
وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث لأعلى منها، والأخت الشقيقة بأربعة شروط. هذه الشروط الأربعة: عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشارك وهي أختها، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. فإذا عدمت أربعة شروط، فإذا عدمت هذه أعطينا الأخت الشقيقة النصف. طيب والأخت من الآب؟ نقول لازم خمسة، ما يكفي أربعة. ما هي هذه الخمسة؟ الأربعة السابقة وخامس، وهو عدم الأشقة والشقائق. لأن عندنا أخت من الأب، بمعنى هي والميت أبوهم واحد لكن أمهم غير. هذا أم فاطمة وهذا أم ليلى، هذا أمه مثلا هند وذاك أمه دعد. وبشرط يعني عدم الأشقة والشقائق، فإن وجد شقيق فلا نعطي الأخت من الأب شيء أبدا، وإذا وجد شقيقة قد نعطي الأخت من الأب السدس تكملة الثلثين. وهكذا أهل الربع أيها الأحباب، قلنا اثنين. من هم؟ الزوج، الزوجة. في المسألة الأولى قلنا الزوج نعطيه النصف عند عدم الفرع الوارث، والآن نقول نعطيه الربع عند وجود الفرع الوارث. يعني جميع ما تركته فاطمة من ميراث أحياناً نقول لزوجها النصف. قالوا تركت مزرعة في الشرايع، وتركت عمارة في العزيزية، وتركت ورشة في شارع الحج، وتركت واستراحة في حدة أو بحرة. عندها خير؟ نقول كل ما تركته. عندها أولاد؟ قالوا لا. عندها أم وعندها أبو وعندها أخوان؟ نقول أولاد ولا أولاد بنين؟ قالوا ما في لا أولاد ولا أولاد بنين. نقول الزوج له النصف، ولا يشترط أن يكون مثلا دخل له مدة مثلا أو دخل بها. بل إذا وجد عقد، لو أن شخصا التقى بآخر في الحرم فخطب أحدهما من الآخر موليته، ثم لم يحصل دخول ولا خلوة، لم يحصل دخول ولا خلوة، ثم مات أحدهما، فإذا كان اللي مات الزوج فإن الزوجة تتعتد وترث، وإذا كان اللي ماتت الزوجة فإن الزوج له النصف عند وجود عند عدم الفرع الوارث، وله الربع عند وجود الفرع الوارث. نقول أيها الأحباب، أهل النصف خمسة وأهل الربع اثنان. من هم؟ الزوج، الزوجة. الزوج متى يأخذ النصف؟ إذا عدم الفرع الوارث. ومتى يأخذ الربع؟ إذا وجد الفرع الوارث. والزوجة تأخذ الربع إذا عدم الفرع الوارث، وتأخذ الثمن إذا وجد الفرع الوارث. يعني توفي محمد وترك زوجة، نقول له أولاد؟ قالوا نعم. أو أولاد بنين؟ قالوا نعم. نقول الزوجة لها الثمن. وإذا قالوا لا، ما له لا أولاد ولا أولاد بنين، وإنما له أم وأب وإخوان، نقول الزوجة لها الربع. فإذا وجد فرع وارث فللزوجة الثمن، وإذا عدم الفرع الوارث فللزوجة الربع. طيب الثمن، الثمن للزوجة أو الزوجات؟ لصنف واحد، للزوجة أو الزوجات. متى تأخذه؟ إذا وجد الفرع الوارث. قالوا هلك سعد وترك زوجة وبنت ابن، وترك زوجة وابن ابن، وترك زوجة وابن، وترك زوجة وبنت، يعني فرع وارث. والفرع الوارث هم أولاد الميت أو أولاد بنيه. نقول إذا كان الأمر كذلك فللزوجة الثمن، وإذا لم يوجد فرع وارث فللزوجة الربع. والفرع الوارث هم أولاد الميت وأولاد بنيه. يسأل أحد الإخوان يقول الزوجة تأخذ الربع عند عدم الفرع الوارث، وتأخذ الثمن عند وجود الفرع الوارث. طيب نقول في هذه المسألة
يقول إذا كان زوجتين، إذا كان زوجتين نقول يشتركنا في الربع أو الثمن، إذا كان ثلاث زوجات يشتركنا في الربع أو الثمن، وإذا كان أربع زوجات يشتركنا في الربع أو الثمن، وإذا كان معهن أم ولد، أم ولد. يعني في العصر السابق كان هناك يكون الإنسان عنده أم ولد، بمعنى أم الولد هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق الإنسان. لو عنده ثنتين أمهات أولاد، ثلاثة، عشر، عشرين، خمسين، لو ما قد ما عنده هؤلاء ليس لهن ميراث، وإنما الميراث للزوجة، الزوجة التي عقد عليها الإنسان. فالزواج الذي هو سبب من أسباب الإرث، أي النكاح الذي هو سبب من أسباب الإرث، هو عقد الزوجية الصحيح. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، عقد الزوجية الصحيح. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، يعني لو الإنسان في المغرب والثاني في المشرق فإنه يحصل التوارث كاملا. أما أم الولد، نجد مثلا لو قرأنا تاريخ الدولة الأموية أو تاريخ الدولة العباسية أو من بعدهم، نجد بأن فلان أمه أم ولد، وبأن فلان أمه زوجة حقيقية، وأما هذه أم ولد فأم الولد هي الزوجة التي هي المرأة التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان. وأحكامها الميراث لا ترث، وليس له يعني أن يقسم لها كبقية الزوجات، وإنما يأتيها متى أراد ذلك، وإذا مات فإنها لا ترث بل تعتق، تعتق بدل ما تكون أم ولد تعتق من كل ماله، تعتق من كل ماله. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، عندنا أهل الثلث أو أهل الثلثين. الثلثين أربعة، الذين يرثون الثلثين أربعة. من هم؟ البنات. يعني بدل ما قلنا في النصف البنت نقول البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقائق، والأخوات من الأب، يعني أكثر من واحدة. إذا كانت واحدة لها النصف فقط، لكن إذا كان ثنتين لهن الثلثين. البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب. وأهل الثلث ثلاثة، أهل الثلث ثلاثة. علم الفرائض أيها الأحباب علم فيه يعني خفة وفيه يعني عذوبة، يستهوي الإنسان قراءته ويرتاح لمعرفة مسائله. أهل الثلث ثلاثة، من هم؟ الأم. أحيانا الأم نعطيها الثلث، جاءت أم قالت أنا مات ابني أقول لك الثلث، جاءت أم ثانية قالت مات ابني أقول لك السدس، جاءت أم ثالثة قالت هلك ابني أقول لك ثلث الباقي، جاءت أم الرابعة قالت هلك ابني أقول ليس لك من الميراث شيء. أربع، كل واحدة لها حكم، وهذا يجعل علم الفرائض فيه عذوبة وفيه سهولة إذا تتبعه الإنسان. الآن أربع مسائل، لو أردت أسأل هذه الأربع أحكام أمهاتي، أحكام الأم، ما هي أم الولد، الأم والحقيقية، أحياناً أقول لك السدس، وأحياناً أقول لك الثلث، وأحياناً أقول لك ثلث الباقي، وأحياناً أقول ليس لك من الميراث شيء. وهذا جواب صحيح لا يمكن لأحد أن يعترض عليه. فلو أردت أسأل المهندس، يا مهندس أقول لها السدس متى؟ نعم يا مهندس ارفع صوتك. ايش يقول؟ أحسنت أحسنت، يعني أنا ما أسمع كلامك، لكن الشيخ حسن يقول إذا وجد فرع وارث استحقت السدس، أو لازم تكمل بعد، أو قالوا ولا ما قالوا، أو جمع من الإخوة، يعني تأخذ الأم السدس إذا وجد فرع وارث
أو جمع من الإخوة، وإذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة فإنها تأخذ الثلث، الثلث، وتأخذ ثلث الباقي يا مهندس. نعم يا بني. متى ثلث الباقي؟ متى؟ يقول في المسألتين العمريتين، في المسألتين العمريتين الغراوين، وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، وأقول لها في المسألة الرابعة ليس لك من الميراث شيء وتقنع بذلك. متى؟ متى أقول ليس لك من الميراث شيء؟ إذا وجد مانع من موانع الإرث فوجودها كعدمها، ويقول فيها الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فما دام وجد بها مانع وجودها كعدمها، يعني تسببت الأم في وفاة ابنها، نقول ليس لك من الميراث شيء. تسببت في أو نقول إنها رقيقة وقت ما كان الرق موجود، أو نقول إنها ارتدت عن الإسلام وليست مسلمة، وهكذا. ويمنع الشخص من الميراث يا شيخ أحمد، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. طيب شيخ أحمد، بقي علينا يا بني أهل السدس. كم أهل السدس يا بني؟ سبعة. يقول الشيخ أحمد سبعة، أقول نعم جواب صحيح. من هؤلاء السبعة يا بني؟ الأب والجد والأم والجدة وبنت الابن، نعم، والأخت من الأب وولد الأم. جواب صحيح. يقول أهل السدس سبعة، من هم؟ الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأب وولد الأم. ولد الأم، من هو ولد الأم شيخ حسن؟ من هو ولد الأم؟ إيه؟ هو الخنث المشكل. شلونه؟ يلا يا بني. اي ولد الام، اقول السابع ولد الام. واسال الشيخ حسن وقد سالته مرارا واجاب جوابا مسددا، من هو ولد الام؟ خلي ولك يجاوب. يلا اجب عن ابيك يا بني. ولد الام من هو شيخ حسن؟ ولد الأم هو الأخ من الأم، لكن ما أقول أخ من الأم أو أخت من الأم، أقول ولد الأم، لأن كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، لا فرق بين الإخوة من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة من الأشقة للذكر مثل حظ الأنثيين، الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن ولا الأخ من الأم الذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى سواء. ومتى أسأل سؤال أيضا، ومتى يتمنى الأشقاء أنهم في منزلة أولاد الأم؟ شيخ علي، الأشقاء قالوا اجعل أبانا حجرا في اليم، أو هب أن أبانا حمارا، وهي أركانها أربعة يقول الشيخ علي، وهي اليمية والمنبرية والمشركة والمشركة والحمارية. قالوا هب أن أبانا حمارا، يقول الشيخ علي أركانها أربعة، نقول نعم. وهم الأربعة ذول من هم يا بني؟ الزوج والأم والأخوة الأشقة والإخوة من الأم. أركان المسألة المشركة
أو المشركة أو اليمية أو الحمارية أو المنبرية أركانها أربعة: زوج وصاحبة سدس من أم أو جدة، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء. حصل فيها خلاف بين أهل العلم من المسائل التي حصل فيها خلاف. قسمها الصحابة أولاً، قالوا الزوج المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والأم لوجود الإخوة لها سدس واحد، والإخوة لأم لهم الثلث، فثلاثة زائد واحد أربعة زائد اثنين ستة. انتهت. جو الإخوة الأشقاء قالوا حنا، قال ما لكم شيء، ما بقى شيء، منين أعطيكم؟ ما في شيء. قالوا ما يصير، هذول إخوتنا. قالوا نعم. قالوا طيب علاقتهم بالميت هي الأم، أليس زينب؟ قال نعم. قالوا طيب أمنا هي أمنا، لكن عندنا زيادة أبونا، اجعل أبانا حجرا في اليم، هب أن أبانا حمارا. فشاور الصحابة رضوان الله عليهم فشركهم، وتسمى اليمية والمنبرية والحمارية والمشركة والمشركة، يعني فضلنا أولاد الأم على الأشقاء، علما بأن هذا هو يعني على بهذا القسم هو مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي رحمهم الله. أما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمهم الله فقالوا نعطي الإخوة لأم الثلث ونعتذر من الإخوة الأشقة، لأنكم عصبة ولم يبق لكم شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم يبق شيء، ولم يبق شيء. نقول أيها الإخوة، الذين يرثون السدس سبعة: الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأب وولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى. طيب شيخ أحمد، أنت جبت السبعة وجوابك صحيح. طيب بنت البنت، قلت بنت بنت الابن، بنت البنت جاءت وقالت وأنا بنت البنت، قلنا بنت الابن هي مثلا نقول الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأب وولد الأم. لو جاءت بنت البنت قالت أنا بمنزلتها، ليه؟ لأنها غير وارثة. يقول الشيخ أحمد يقول لأنها غير وارثة. لماذا؟ لأن الناظم يقول: والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. عرفنا أيها الأحباب أصحاب الفروض، الفروض المقدرة في كتاب الله، يعني التي وجدت في القرآن، نقرأها نرتلها في صلاتنا ونقرأها في المصحف. الفروض المقدرة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. بعبارة أخرى أقول: النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. بعبارة ثالثة أقول: الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه. انتهينا أيها الأحباب من الفروض المقدرة، وهذه لا بد يا شيخ حسن أن يلم بها الإنسان إلماما كاملا، ولا يستطيع أن يحل مسألة إذا لم يعرف هذه الفروض المقدرة. بقي نعرف الأصول، اليوم درسنا في الأصول. الأصول أيها الأحباب التي تحل، يعني تكون أصول المسائل، هي سبعة. أصول المسائل سبعة لا ثامن لها، ثلاثة منها تعول وأربعة لا تعول. الأصول السبعة
أنا أذكرها الآن. أصل اثنين، هلكت ليلى عن زوج وأخت شقيقة، أقول المسألة من اثنين، الزوج له النصف والشقيقة له النصف، وانتهت المسألة. أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل 12 وأصل 24، الأصول سبعة لا ثامن لها. مرة أخرى، أصول المسائل، مسائل الفرائض كلها تدور على سبعة، سبعة أصول. أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة، ما في أصل خمسة، وأصل ستة وأصل ثمانية، ما في أصل سبعة، وأصل 12، ما في أصل عشرة ولا تسعة، وأصل 24. هذه الأصول ثلاثة منها تعول وأربعة لا تعول. طيب، ثلاثة منها تعول، ما هو العول؟ أقول العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، بمعنى لو قلنا هلكت ليلى عن زوج وشقيقتين وجدة وأخت من الأم، وقل المسألة من ستة لأن فيها سدس ومخرج السدس من ستة. الزوج له النصف ثلاثة، والشقيقات لهن الثلثين أربعة، ثلاثة وأربعة كام؟ سبعة. والأخت من الأم لها سدس واحد ثمانية، والجدة لها سدس واحد تسعة. فأقول للزوج لك النصف، وأنا أعطيه ثلاثة من تسعة، ما أعطيه النصف كامل. وأقول للشقيقات لكن الثلثين وأعطيهن النصف، أربعة أو أقل من النصف، أربعة من ثمانية، أربعة من تسعة. وأقول للجدة لك السدس وأنا أعطيها تسعة، وأقول للأخت من الأم لك السدس وأنا أعطيها تسعة. وهذا يسمى بالعول، بالعول. والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. العول يكون في ثلاثة أصول فقط. أصل ستة يعول أربع مرات، أربع مرات، إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. أصل 12 يعول ثلاث مرات، إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. وأصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27. عندنا أيها الأحباب أن قراءتنا اليوم في كتاب الكافي، عندنا أحيانا نقرأ في عدة الباحث، ودرسنا غدا في عدة الباحث. عدة الباحث كتاب مختصر فيه قواعد من الأهمية بمكان، وكذلك الكافي، لكن قد يكون الإنسان يصعب عليه في المسائل في كتاب الكافي فيجدها سهلة، غضة، بينة، لا غموض ولا فيها ولا إشكال في عدة الباحث. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا القدر ونتناقش فيما لدينا من مسائل. عندك شيء؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وغدا إن شاء الله نكمل هذه المسائل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم.